بأي إيمان بأي كفر يشخالهم بالسجون صارهم 40 سنة؟ ليش؟ شنو قالت الخارجية؟ شنو أغلق للملف؟ أبنائنا خلفهم في السجون الإيرانية وإحنا ناصرهم. أنا شوف يعني أنا الآن الخارجية العراقية هذا الكلام قد قيل به كثيرا، والأخ الإعلامي الأستاذ محمد السيد محسن في برنامجه فتح هذا الملف وبحقائق وبوثائق وبإفادات أنه ما زال لدينا محتجزين عند السلطات الإيرانية. يعني أنا أريد أن أناشد الإيرانيين والخارجية الإيرانية والمسلمين في إيران، يعني ذولا بأي دين بأي مذهب بأي إسلام بأي عقيدة بأي إيمان بأي كفر محتجزينهم عدكم لحد الآن، شو تسوون بهم؟ شو تقولون؟ بعثيين البعث سقط، شو تقولون؟ عملاء إزين صار له 30 سنة شبق بيه هسه كلهم عمره 60، يعقل له أخل يرجع يموت يم جهالة؟ يا سلام تبشلبين بيه، شو تسوون بيه؟ حلال حرام سيد الخامنائي، مو أنت برجع ديني رجال تخاف الله، إيه ما تقول لي ذولا نسوانهم شيبات ولدهم شيبات والتباس اللي يطلع واحد من الخارجية يقول لقد أغلقنا يا بنت سوال في الحكومة، احنا هاي مو كلنا نثق بيها، إيه مو حرام عليكم هذا؟ حرام عليكم بدي تسووا بالعراقيين، يوم تقطعون المي يوم تغرقون الذبون على الزبالة يوم مسلحيكم وهاي جهابلكم اللي تفتر بالشوارع يوم تحتزون هاي العالم، زين انتوا اخذتوهم بطريقة غير شرعية بالتعاون مع ذيول وعملاء وبعدكم حازينهم لحد الآن، اي ما تقول ايش تسوون بيهم؟ اي مؤسسة تدعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، ايش خالهم بالسجون صارهم 40 سنة؟ ليش 90 2000 2010 2020 2022 وراح نطبل 23 43 سنة ما كف ما اكتفيت ما شف غليلكم اي ما خلصت احقادكم، وهم شنو هم جنود فقرة وثلاث ارباعهم من الجنوب، اي ليش يا يابا؟ اي مو حرام عليكم؟ الله ما يرضى. وهذا الملف استمعتم لما ذكره محمد السيد محسن، هذا ملف خطير. شنو قالت الخارجية؟ شنو أغلقنا الملف؟ ناس عندها أدلة، وبعدين بالرسالة يقول احنا أبلغنا السيد بلاسخارت وأبلغنا السيد الحلبوسي وأبلغنا السيد وزير الدفاع وأبلغنا الحكومة وهسه أنا عيط والدنيا تعيط، يجيبون مولتهم